نحن نعلم أنك تحب البيتزا، ونعلم أنك تحب البرجر. ولكن ما هو أفضل من البيتزا والبرجر؟ طبعاً إنها البيتزا برجر. قطعتان من البرجر شهي مع الجبن، تعلوها طبقة مزدوجة من بيتزا البيبروني مع جبن مضاف على سطحها، وتعلوها شرائح جبن النمر الخاصة بنا. قدمة واحدة، ولن ترغب بعدها بأي شيء آخر أبداً. فجأة شعرت ببعض ال... وأنا أيضاً. لا أعرف كيف أشرح. ما هي الكلمة؟ جائع! برجر النمر؟ كنت أنتظرك لتقولها. فلنتسابق إلى هناك. مهلاً! لقد تناولنا الطعام للتو. غريب. لا أعرف كيف أشرح الإحساس. هيا نذهب. شباب! لدينا حالة خاصة. الجميع مستعدون. إن البيتزا برجر تلك لا أظنها صحية. إن المكان كله مهجور. الوضع مريب. أين الجميع؟ منصور! كل شيء سيكون بخير عندما نصل إلى برجر النمر. برجر النمر. شباب، يجب أن يكون هناك طريقاً مختصراً. إن حراس الأمن يركضون نحونا. وجدناه. شباب، أنا متأكد أنهم متجهون نحونا. ما رأيكم أن نذهب من الخلف؟ منصور، نحن يجب أن نخرج من هنا الآن. منصور! لا لا لا، لا تقلقوا، أنا أخصائي في التنويم المغناطيسي. دعوا الأمر لي. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. أنت متأكد؟ لكنهم يشبهونهم كثيراً، الطويل والضعيف والسمين. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. لا، هؤلاء هم. انظر معي صورتهم على هاتفي هنا. صحيح، هؤلاء هم. لا. انظروا إلى عيوني واسمعوا. هؤلاء ليسوا الأولاد الذين تبحثون عنهم. لماذا يكرر الكلام نفسه؟ لو سمحت، ما الذي تحاول فعله؟ لا تقلقوا. اسمعوني، انظروا إلي. أنت دجاجة، أنت طفل، أنت هرة. قل مياو، قل مياو. يكفي. حسناً، اركضوا. بسرعة، من هنا. حسناً، على أحد ما أن يشرح لنا ما الذي يجري. بسرعة. بسرعة؟ أنتم تعرضتم للتنويم المغناطيسي بسبب إعلان برجر النمر الذي شاهدتموه. برجر النمر عبارة عن سلسلة مطاعم شريرة للوجبات السريعة تبيع للناس منتجاتها غير الصحية عبر إعلاناتهم في المراكز التجارية حول العالم. بالمناسبة، أنا اسمي أحمد، عضو في مجموعة سرية لمتخصصي التنويم المغناطيسي للوعي الصحي، ونحن أقسمنا على محاربة هذه السلسلة الكبيرة وتحذير كل الناس من هذا التنويم الشرير. هل أنت متخصص بالتنويم المغناطيسي؟
تماماً. اسمح لي، لكن لدي شعور بأنك جديد على أمور التنويم هذه. صحيح، وهذه النظارات أرسلها إلي المقر الرئيسي الأسبوع الفائت كي تساعدني، وهي نسخة تجريبية من تكنولوجيا جديدة لمكافحة التنويم الشرير، لكن على ما يبدو هي لا تعمل جيداً. ها؟ هناك أكثر من سبب. ربما الرام، أي ذاكرة التخزين العشوائية، أو ربما نظام التشغيل، أو ربما التحديث الجديد الذي حملته فيه مشكلة. متى آخر مرة شحنتها؟ جدياً؟ كنت أعرف، عندما حصلت على الفرصة الحقيقية لأدمر برجر النمر فشلت. الآن لا أستطيع مساعدة كل الناس المساكين. مهلاً لحظة، النظارات فيها بطارية تكفي لمحاولة تدمير أخيرة. ما مدى التأثير الذي قد تفعله؟ عدد الناس كبير للغاية. انظر، من حيث المبدأ هذه النظارات تعكس الصورة داخل شبكة العين، صحيح؟ صحيح. بدأ يتكلم بطريقة علمية، وأنا أعرف ماذا يحدث بعد ذلك. قول. وعقلك يحلل الصور ويفهم الشفرات الموجودة داخلها عبر الإشارات الضوئية، صحيح؟ صحيح. هذا يعني أننا لا نحتاج إلى النظارات. لا نحتاج إليها. كل ما نحتاج إليه أي وسيلة يمكن أن تعرض هذه الصور داخل شبكة العين. لكن كيف سننفذ هذه الخطة؟ خطة؟ أي خطة؟ أنا لم أسمع عن أي خطة. هل أنت سمعت؟ إنه يتكلم كلاماً علمياً، وأنا عقلي لا يفهم هذا الكلام. حسناً، بداية نحتاج إلى التشتيت. عرفت ماذا أقصد الآن؟ أمل أنه يعرف عن ماذا يتكلم. كل ما أحتاج إليه هو إعادة برمجة النظام الذي يتم العرض فيه. يا إلهي. ممكن يا سادة أن أحصل على انتباهكم قليلاً؟ لا. انظروا إلى عيوني يا سادة. أعجبتني هذه البدلة. شكراً على المساعدة يا شباب، ما كنت سأنجح أبداً من دونكم. وماذا ستفعل الآن؟ هناك الكثير من المولات بعد، وفروع كثيرة من برجر النمر.
سأمر عليها واحدة تلو الأخرى، وسأساعد الناس الطيبين هناك وأجعل حياتهم صحية. حتى نلتقي مرة ثانية، أتمنى عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تهتموا ببعضكم بعضا. مع السلامة. مرحبا يا شباب، نكاد نصل، لكننا نعبر فوق جزيرة صغيرة قريبة من مثلث برمودا. أوه، مثلث برمودا، أتمنى ألا نختفي. ما كان هذا؟ عاصفة كهربائية فقط، يجب أن أعود إلى قمرة القيادة. اربطوا الأحزمة، اتفقنا؟ انظروا إلى البرق، لونه وردي. ماذا حدث؟ إنه مثلث برمودا، صدقوني. يبدو أنك تشاهد الكثير من الأفلام، إنها مجرد عاصفة. أبي، لا أستطيع أن ألتقط أي إشارة على هاتفي. لما لا تجرب المكان فوق؟ قد تلتقط إشارة. أنا سأتفقد المحرك، لكن اسمعوا، لا تذهبوا بعيداً. حسناً أبي، نراك لاحقاً. هيا يا شباب. شباب شباب، تعالوا إلى هنا، انظروا، إنهم يشبهون القراصنة. لا لا، أنا أعرف، هذا موقع تصوير فيلم، فلنذهب ونرى. هيا. شارفت المهمة على النهاية. كات. لحظة، إنهم صبية، من أنتم؟ أنا منصور، وهؤلاء أصدقائي عبيد وسالم. أنتم تصورون فيلماً؟ فيلماً؟ وما هو الفيلم؟ يعني فيلم مثل هذا. هل رأيت هذا؟ إنه أمر رائع بالفعل. ما هذا؟ إن هذا الفتى يحتجز أشخاصاً صغاراً في هذه العلبة. ما هي مشكلتهم؟ يا جبل، اربط القارب، اسمي سندباد. سندباد؟ أي مثل سندباد البحار؟ البحار، المغامر، البطل، في خدمتكم. هل يعرف أحدكم ما الذي يحدث هنا؟ يبدو أنه فقد عقله. لا أظن ذلك، فكروا في الأمر، العاصفة، هاتف الذي يتصرف بغرابة، وهؤلاء الذين لا يعرفون حتى ما هو الفيلم. تقصد مثلث برمودا؟ أعتقد أنك كنت محقاً منذ البداية يا عبيد، العاصفة كانت بوابة للزمن. اعذروني، فالوقت ليس في صالحي، لقد أبحرنا عبر البحار السبع لنصل إلى هذا المكان. حياة أميرتي في خطر. أميرة؟ الأميرة عالية، أميرة بغداد، للأسف لقد تم تسميمها على يد السلطان الشرير قادر، إنه ينوي الاستيلاء على عرشها، وعلي إنقاذها.
الشيء الوحيد القادر على إنقاذ حياة الأميرة هو نجمة نشرة، زهرة صغيرة لا تنبت إلا في هذا المكان. زهرة؟ يبدو الأمر بسيطاً. أنا أتمنى لو كان الأمر كذلك. هذه الزهرة تنمو فوق شجرة عملاقة في وادي العقارب. عقارب؟ حسناً، على الأقل ليست أفاعٍ. وكذلك الأفاعي، الكثير من الأفاعي. علينا الذهاب الآن، هيا يا جبل. لحظة سندباد، ربما يمكننا المساعدة. ستقودنا هذه الأنفاق إلى الشجرة العملاقة. لم تعجبني الفكرة أبداً، يبدو المكان خطيراً. وهو كذلك، لا تلمس شيئاً. من قام بحفر هذه الأنفاق قام بملئها بالفخاخ. اتبعوني، هيا بنا، هيا بنا. توقفوا. لماذا توقفنا؟ هناك شيء ما. بالفعل كما ظننت، الفخاخ ما زالت تعمل حتى الآن. وماذا سنفعل؟ نصنع دروع. عظيم، إنك تبدو كمحارب حقيقي بالفعل. جبل، قم بصنع المزيد من الدروع لنا. لا، لم نتفق على هذا الشيء. سنكون بخير يا سالم، الخطة ناجحة. الموضوع بسيط، هذا أقوى من لديهم. ساعدوني، ساعدوني. عبيد، لا تنظر إلى الأسفل لو مهما حصل. أفاعٍ، يا الله، أنا أكره الأفاعي. الذي في يدك. مستحيل. عبيد، الأفاعي. من الجيد أنك بخير. انظروا، ها هي نجمة نشرة. تظنون أن هذا الجسر سيحملنا؟ لا. لا أظن ذلك. ضاع تعبنا. أن نفشل بعد كل هذا التعب يعني أن مصير أميرتي محتوم. ليس بهذه السرعة، أنا عندي فكرة. ما هذا الشيء؟ أعرفك على نانو، هو سينقذ الأميرة. مرحبا منصور. مرحبا نانو، عندي لك مهمة صغيرة. يا له من شيء مذهل. هذا نانو. أنا مدين لك بالكثير يا منصور، بل جميعكم ستكونون أبطالا وستروى عنكم الكثير من القصص.
منصور انظر، العاصفة. بوابة الزمن، يجب أن نغادر الآن. خذ هذا كعربوني شكر. مع السلامة منصور. أبي، بالتوفيق يا سندباد. نحن نبعد 20 دقيقة تقريباً عن نيويورك، لكن الغريب أننا متأخرون 8 ساعات عن وقت الوصول. ربما الموضوع له علاقة بمثلث برمودا. كلامك صحيح يا عبيد، كلامك صحيح. ستفعلها. لا، لن أفعلها. ستفعلها. في كل مرة تشتري عصير يجب أن يقع وتحدث مصيبة. لا حقاً؟ أجل حقاً. أخبرني متى حدث هذا الأمر. دعني أفكر. أخيراً. تتذكر هذا الموقف؟ اضغط عليه وسنفوز بالكأس الوطني للرياضيات. أنا متأكد أنك تتذكر هذا الموقف. وأيضاً هذا الموقف. وإن كنت تريد سأتابع. حسناً، لكن اسمعوا يا شباب، نحن في مدينة المستقبل التي تعتمد على الطاقة الشمسية والمائية. كل شيء فيها متصل ببعضه البعض، ويعمل على الكمبيوتر أيضاً، حتى السيارات تعمل من دون سائق. مستحيل أن يحدث أي خطأ هنا. شباب، انظروا إلى هذا. مرحباً يا شباب، تفضلوا، فلنذهب في جولة. انتبه على العصير. اسمي عابر، الأول من نوعه لجيل جديد من السيارات الذكية، واليوم سأخذكم في جولة قصيرة في مدينة المستقبل. عجيب. عابر، هل من أحد يتحكم بك في مركز القيادة؟ كل السيارات الذكية في مدينة المستقبل متصلة بخادم مركزي، لكن كل سيارة تقود نفسها بنفسها. بصراحة، أنت شيء مذهل. أنا أعمل على الطاقة الشمسية، أستطيع أن أقود وأتكلم،
وكذلك أنا مزود بلوحة قيادة حساسة للحرارة واللمس والدخان، ويمكنني الشم والتذوق. والآن كل ما تحتاج إليه هو صفحة للتواصل الاجتماعي. موجودة بالفعل. ابتسموا. انسكب العصير. أعرف أنك ستسكب العصير وستسبب لنا مصيبة. نحن طام. عابر؟ هناك شيء خاطئ. عابر توقف. لماذا لا يتجاوب؟ يجب أن نفعل شيئا. سأخذها السيارة تلو الأخرى وسأستولي على التكنولوجيا، وبعد ذلك سأزرع فيروس التدمير الذاتي للنظام، وهذا الشيء سيعيدهم سنينا إلى الوراء، وأنا من سيستفيد من جهدهم. منصور، ماذا يجري؟ أحاول أن أعرف. أسرع يا منصور، وإلا سنرتطم بالحائط. ماذا؟ بسرعة منصور! ماذا؟ إلغى! إلغى! ها؟ كاد يقضى علينا. مرحبا، شكرا منصور، سأتولى القيادة الآن. لا. يا سلام، كم هذا ممتع. لم أقل بنفسي منذ فترة طويلة. ما هذه الرائحة؟ عبيد، هل تحمل شيئاً؟ ما هذا؟ رائحته مثل الفراولة. أجل، عصيري المفضل. حقاً، أنا أيضاً أحب الفراولة. أجل، فيه كل شيء، فيه مثلجات وعصير ولبن ومربى وثلج مهروس. لذيذ. لا يمكنك الإفلات مني. أنا سأريك. هل أستطيع؟ ماذا؟ أن أتذوق. رشفة واحدة. أرجوك. منصور، أشغله قليلا، أظن أنني وجدت الفرامل. انسى الفرامل الآن، يجب أن نخرج من هنا. هذه ليست صدفة، بالتأكيد هناك أحد خلف هذا الشيء. نانو، هل كل السيارات موصولة على الشبكة نفسها؟ أجل. وتم اختراقها كلها، صحيح؟ صحيح. اتبع الإشارة كي نعرف أين نجد المصدر. وجدته. ممتاز، الآن نعرف أين يجب أن نذهب، لكن يجب أن نعرف كيف. أنت محيط. ماذا؟ لقد أوقعت العصير. هذا ما تقلق بشأنه الآن؟ لذيذ، أحببت عصير الفراولة، إنها نكهتي المفضلة. لذيذ يا رفاق، يجب أن تجربوا هذا العصير.
إني على استعداد لبذلي الغالي والنفيس للحصول على رشفة أخرى من هذا العصير. أنا أعرف أين يبيعونه، لكن هناك ما علينا فعله قبل ذلك. فشلت الخطة، يجب أن نخرج من هنا. لا! ساعدوني! أخرجوني من هنا! هذه التكنولوجيا للجميع، لا يمكنك سرقتها. الآن فلنحضر عصير الفراولة لعابد وللآخرين أيضاً. فردكم المنزلي اليوم هو تصوير فيلم وأعداد تقرير عن أحداث محلية مثيرة، وهذا سيكون لقناة الصف. أراكم جميعاً غداً أيها الطلاب. يمكننا أن نعد تقريراً عن عبيد، أكثر إنسان طائش رأيته في حياتي كلها. هذا ليس مضحكاً. هيا يا شباب، فلنبحث عن حدث لتغطيته. نحن نحتاج إلى حدث مثير لكي نكتب عنه تقريراً. أنا عندي قصة. هذا الشارع يبدو عادياً جداً، لكن حادثة مثيرة حدثت هنا. هرة علقت في الشجرة. كيف يمكن أن تنزل هذه الهرة؟ ومن سينقذها؟ وكم ستبقى هذه المسكينة عالقة فوق؟ وهل الجهات المعنية ستأتي وستعيد الهرة إلى... عبيد، الهرة ذهبت. ماذا؟ ظننت أنها عالقة فوق. حتى لو كانت الهرة عالقة، القصة ليست مثيرة أبداً. لا تقلقوا، سنجد شيئاً آخر، فلنستمر في البحث الآن. شباب، استعدوا، انظروا، لقد وجدت قصة خطيرة. جاهز. هذه السيارة معطلة، دعونا نرى ما هي المشكلة. لو سمحت سيدي، ما هي مشكلة السيارة؟ ها؟ ما من مشكلة، كنت أتأكد من الزيت فقط. كات. وهذه أيضاً ليست قصة. من كان يتخيل أن الحصول على خبر مثير جداً سوف يكون بهذه الصعوبة؟ يجب أن نستمر في البحث. يبدو أنني وجدت قصتنا. مرحباً، أنقل إليكم الحدث من الحديقة. قبل قليل
رأينا طائراً من فصيلة نادرة جداً، لست متأكداً تماماً من أي نوع من الطيور الجارحة هو. يشبه النسر، لكن لم أرى واحداً بهذا الحجم في حياتي. عجيب، النسر بدأ يهبط، ربما يريد أن يصطاد فريسة. عبيد، أنت لماذا لا تصور؟ طائرك الجارح الكبير كان طائرة أختك الصغيرة. لم أكن أعتقد أن تغطية خبر مثير سيكون صعبا هكذا. يمكننا أن نؤلف قصة. ماذا تقصد؟ أقصد أن نؤلف قصة ما ونمثل أنها حدثت حقا. مثل ماذا؟ قد نقوم بتقرير عن قطيع الديناصورات العملاقة يقتحم الحديقة. وكيف سنفعل هذا الشيء؟ لن نؤلف أي خبر، كل ما علينا أن نفعله هو أن نجد قصة حقيقية. حسناً، ولكن أين سنجدها؟ لا أعرف، لكن لا تظن أن هذا الأمر سيكون سهلاً أو سيهبط علينا من السماء. لكن القصص المثيرة يمكنها الهبوط من السماء حقاً. هيا فلنذهب الآن. هذا رائع، سيكون مشروعنا الأفضل في الصف. على ما يبدو أن الصف كله يغطي الخبر نفسه. تعالوا، عندي خطة. مرحباً، أتيتم لكي تذهبوا في جولة؟ أجل، نريد أن نصور الطائرة من زاوية غير اعتيادية. جيد، أنتم في المكان الصحيح، اصعدوا. نحن في الهليكوبتر! عجيب! هناك الكثير من الأزرار، تعرف وظائفها كلها؟ بالطبع أعرف، هذا للمحرك النفاث، والثاني يشغل الهبوط الذاتي، وهذا يجعل الهليكوبتر مخفية عن الرادار. وماذا يفعل الزر الأحمر الكبير؟ هذا قاذف المقعد، مهما حصل لا تضغط هذا الزر. عجيب، قاذف المقعد. عبيد، ماذا فعلت؟ تمسكوا! أنا أحاول. لا، لا اتركني، لا أريد أن أقع. سيكون الوضع أسوأ بعد؟ هذا أسوأ! هذا أسوأ! هذا أسوأ! حسناً، الآن فلندخل إلى الهليكوبتر! لكن ليس فيها طيار! هل تفضل البقاء هنا؟ أشعر بالدوار! أشعر بالدوار! يجب أن نجعلها تهبط. كيف سنجعلها تهبط؟ ليس لدينا أدنى فكرة. في الواقع الطيار أعطانا الحل، لقد قال إن هناك زرا للهبوط الذاتي، لكن يجب أن أعرف أي زر هو. هيا إذن بسرعة. أعتقد أن هذا هو. أوه لا!
على السرير الخطأ. أعرف. كنا على وشك الاصطدام. أعتقد أن هذا هو الزر. نجحت يا منصور. الآن يجب أن نجد عبيد. وجدته هناك. عبيد، كيف كانت التجربة؟ مخيفة جداً جداً. ما زلت تصور؟ أجل. رائع، سيكون لدينا أفضل تقرير. أكيد. أظن أننا جميعاً متفقون أن منصور وسالم وعبيد حصلوا على تقرير رائع. لهذا السبب حصلوا على درجة الامتياز. لكن من فضلكم لا تقوموا بأي عمل خطير مجدداً. لنشاهد الفيديو مرة ثانية. تجربة هذا الأسبوع ستكون عن كفاءة الطاقة، ومهمتكم هي أن تعلقوا واحداً من أعضاء فريقكم في الهواء. هذا سهل، لكن من دون استخدام أي محرك. ليس سهلاً جداً. انقسموا إلى فرق، بعد ذلك يمكنكم بدء العمل على تجاربكم. استخدموا أي شيء يخطر في بالكم، وقد يساعدكم في تحقيق هدف التجربة العلمية. يمكننا أن نربط خيطاً بين كرسيين، بعد ذلك اثنان منا يجلسون على الكراسي وواحد ينام على الخيط، وربما هذه الفكرة ستنجح. فكرة ممتازة، شكراً. هذا ظلم. لا تقلق يا عبيد، لأن لا شيء من هذه مفيد. لدي أشياء أفضل في المنزل. ماذا عن هذه؟ أجل، أعتقد أنه يمكنها رفع أحد ما. يمكننا التجربة. حسناً يا عبيد، كن مستعداً. من المفترض أن ترفعوه، لا أن تغرقوه. ساعدني، لا أستطيع الوقوف. يمكنكم العمل على تجاربكم في المنزل، ولكن يجب أن تعرضوا التجربة غداً في الصف. دعونا نذهب إلى المنزل، لدي عدتي ويمكننا إنهاء العمل بشكل أفضل، أنا متأكد. سأذهب لأحضر سارة من الحفلة، أراكم لاحقاً. والآن كيف سننفذ هذه التجربة العلمية؟ ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ ماء. لا لا شكراً، لدي عصير. لا، نستطيع استخدام ضغط الماء لكي نرفعك. كيف سيرفع هذا الشيء عبيد؟ عندي خطة.
حسناً، يمكننا تنفيذ الفكرة بقاذف الماء عالي الضغط هذا. القاذف جاهز ومليء بالماء. نحتاج إلى ضغط أكبر. تمسك جيداً يا عبيد. نجحت الفكرة. أجل. ساعدوني ساعدوني، أغلقوا المياه، أغلقوها. تقريبا نجحت الفكرة. يجب أن نجد طريقة أخرى. أنا مستحيل أن أكرر هذه التجربة مجددا. اطمئن يا عبيد، سنفكر بشيء آخر. ها؟ لقد عدنا. وجدتها. لا أظن أن بالونا واحدا سيرفعني إلى فوق. صحيح، واحد لا يستطيع، لكن مجموعة بالونات بالتأكيد سترفعك. لا تقلق يا عبيد، ما الخطأ الذي قد يحدث؟ أخيراً، بعد احتساب كل المعطيات، نحتاج إلى 48 بالوناً لكي نتمكن من رفع عبيد في الهواء. كم بالوناً نفخت يا عبيد؟ 200 تقريباً. ماذا؟ مهلاً، نحتاج إلى 48 فقط، ابق مكانك. ماذا؟ ساعدني. ساعدوني. ماذا سنفعل الآن؟ علينا أن نفجر 3/4 البالونات. ولكن كيف؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ ماذا نفعل؟ نانو يستطيع أن يطير ويفجرها. نانو؟ ولكن كيف؟ ليس لديه شيء حاد. بسرعة، ابحث عن أي شيء حاد. أي. أوه، هذه ستساعدنا. مرحبا، ساعدوني، توقفوا، ساعدوني. ماذا سأفعل الآن؟ كيف سأنزل إلى تحت؟ لا تقلق يا عبيد، لدينا خطة. نانو؟ عبيد، سننزلك إلى تحت. نانو، ماذا تفعل؟ منصور، أنا مرتبك وخائف. لا تخف يا عبيد، الخطة تنجح. كيف تعرف أنها تنجح؟ لأننا قمنا بكل الحسابات العلمية. قد تكون الحسابات العلمية خاطئة. أحد عشر، 12، 13، أحسنت يا نانو، بعد أكثر قليلاً. كم واحداً تريد أن تفعل؟
واربعون، 143، 144. نانو، لو سمحت فجر 3 بالونات إضافية. أنتم ساعدوني، انزلوني الآن. مرحبا عبيد. أخرجوني من هذا الشيء، هذا شيء كارثة. لكن ألم تلاحظ أننا نفذنا التجربة العلمية؟ نفذناها؟ أجل، يمكننا أن نرفع جسمك ب48 بالوناً. أي بالون إضافي سيجعلك تطير بعيداً، وأي بالون أقل لا يرفعك أبداً، فهمت؟ فهمت، لكن في الواقع أنا تكفيني هذه الكمية من المعلومات العلمية في يوم واحد. فلنرى الآن إن كان أحد منكم حل هذه المسألة العلمية. سنبدأ بفريق طارق. انظروا كيف سترفعني هذه الخيوط. محاولة جيدة يا طارق. منصور، هل نجح فريقكم؟ هذا الأمر لن ينجح أبداً. من خلال البحث العلمي الدقيق، احتسبنا كم بالوناً نحتاج بالتحديد لكي نرفع عبيد. وقد اكتشفنا أيضاً أننا إذا ضاعفنا عدد البالونات 4 مرات يمكننا أن نطير أعلى من الطائرة. نكتة جميلة يا عبيد. أستاذ، أنا لا أمزح. ها؟ هو يمزح صحيح؟ لا أستاذ. تهانينا لفريق منصور لحلهم المسألة بنجاح.